حديث الشبكة من جديد وعدد آخر نعرض لكم في أهم ما راجع في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. معكم بليغ صلاحين وموضوعنا الرئيسي اليوم. موضوع العنف في المجتمع العربي في إسرائيل ما زال يأخذ حيزا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. بعد أن ننهي من هذا الموضوع الرئيس سننتقل إلى وسوم الشبكة لهذه الحلقة ومن ثم إلى نجم الشبكة منهينا برنامجنا مع الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا في الأيام الأخيرة. سيشاركنا في الحديث عن هذه المواضيع زميل الصحفي في I24 News عمر ربيع، أهلا بك. وسيكون معنا أيضا عبر خدمة سكايب في الموضوع الأول المحاضر في علم الإجرام الدكتور وليد حداد، أهلا بك أيضا. أما الآن لنبدأ مع فقرتنا الأولى. فقرتنا الأولى نخصصها للحديث عن موضوع العنف في المجتمع العربي أو آفة العنف في المجتمع العربي. نبدأ معك عمر، إذا يعني ما هي ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي خصيصا بعد يعني أسبوع، يعني وراء أسبوع نرى فيه ونشاهد فيه أحداث مختلفة تتعلق بالعنف في المجتمع العربي؟ إذا الجريمة المنظمة في المجتمع العربي في إسرائيل لا تهدأ حتى في شهر رمضان المبارك. هناك العديد من جرائم القتل التي يذهب ضحيتها العديد من الشبان في طمرة شمالي إسرائيل، وأيضا بعد ذلك بعدة أيام فقط يعني أيام معدودة قتل أيضا شاب رميا بالرصاص في مدينة بكر الغربية. نعم. وهذا هو يعني امتداد للعديد من السيناريوهات العنيفة والتي يعني يسفك بها الدماء. نعم. في المجتمع العربي في إسرائيل. أما بالنسبة لردود الفعل التي سألت عنها بليغ، ردود فعل غاضبة مستنكرة مدينة يعني تشجب بشدة مثل هذه الحوادث. نعم. وهناك أيضا يعني رأينا ردود فعل من جميع الأصعدة، يعني سواء على الصعيد الشعبي الجماهيري وأيضا على صعيد القيادات إن كان يعني. نعم. على نتحدث عن ردود الفعل التي كانت من قبل القيادات وأيضا المنشورات المختلفة التي كانت على فيسبوك. مثلا إيهاب جبارين هنا يكتب 3 أسئلة مهمات لليوم ولكل يوم: 1 على مين الدور اليوم؟ 2 رصاص طايشة ولا عاقلة؟ 3 والأهم وينتا رح نصحى؟ ومع هذا السؤال نتوجه للمحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد. إذن كما سأل هنا إيهاب جبارين، متى سوف نصحى من هذه الآفة الاجتماعية؟ أعتقد أنه الآن في موجة عارمة في أوج أزمة جدا صعبة تجتاح مجتمعنا. نحن لم نصل للمرحلة الصعبة، يعني بعد أمامنا الكثير من التحديات والكثير من الموجات العنف. راح يكون في ارتفاع أنا أعتقد في الفترة القريبة، راح يكون في حالات قهر وحالات انتقام على الحوادث كثير. يعني الوضع عندنا مش من الصعبة، نحن يعني مقدمين على أصعب. ولكن دكتور وليد، نحن نرى دائما بعد كل جريمة كهذه ردود فعل مستنكرة تملأ الشبكة وتملأ طبعا وسائل الإعلام، وبالرغم من ذلك تعود مرة أخرى خلال أيام قليلة ونرى جريمة أخرى متكررة. فيعني يبدو أن كل استنكارنا ليس له أي جدوى. أنا مدقق معك بهالنقطة. كل الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وخيمات الاعتصام والكتابة على شبكات التواصل، هذا مهم أن الموضوع يعني دائما يضلوا على الطاولة وعلى أجندتنا اليومية، ممنوع نهمله كثير خبر. نعم. أنا بخاف لما بيصير خبر عاجل، أنه يعني خبر عاجل أنه انتقل انقطع الاتصال في منطقة معينة وانتهى الموضوع. بالعكس مهم جدا الكتابة. نعم. ولكن الخطر في الموضوع بليغ أنه احنا نعود أكثر من اللازم على هاي الكتابات، يعني من غير برنامج استراتيجي واضح لمكافحة هذه الآفة. نعم، هذا البرنامج يعني سوف نتحدث عنه أيضا في نهاية الحديث عن هذا الموضوع عندما نقرأ الستاتوس من عضو الكنيسة أيمن عودي. ولكن قبل ذلك ماذا كتبت سندس صالح حول هذه النقطة عمر ربيع؟ تكتب: لا تربطوا الأحداث الدامية برمضان، وكأنكم تتوقعون من المجرم أن يتصرف وفقا للأخلاقيات العامة أو التعاليم الدينية. المجرم مجرم في كل زمان ومكان ولا يعرف رمضان. وتضيف: اتركوا رمضان بحاله. وهذه يعني منشور من قيادة طبعا في حزب العربي للتغيير وعضوة كنيسة من قائمة الجبهة. رأينا حراك طبعا واسع ليس فقط من أعضاء الكنيسة برلمانيا، وإنما أيضا من قيادة يعني لجنة المتابعة لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل التي التأمت بعد وقوع الجريمتي القتل. وكان هناك العديد من القرارات، وهذه لربما فرصة لأسألك يعني دكتور وليد، رأينا العديد من الحراكات في يعني بعد هاتين
الجريمتين، هل يعني تتأمل وتتوقع خيرا من الحراك البرلماني، من الحراك يعني الذي تقوده لجنة المتابعة، أم أنها يعني هذه الحراكات كلها ستكون يعني مثل سابقاتها السودان وتذهب يعني هباء منثورا؟ يعني اعضاء الكنيسة العرب ولا لجنه المتابعه يعني يجب ان لا نطلق عليهم المسؤوليه اكثر من لازم. هم في نهايه المطاف كان يعني حاول ان تقدم الامور للوطن العربي، ولكن هي ليست سلطه تنفيذيه ولا سلطه تشريعيه، يعني اعضاء القناه طبعا سلطه تشريعيه، ولكن المسؤوليه تقع على السلطه التنفيذيه للدوله اللي تشرطها. نحن لا نملك اعضاء برلمان ولا لجنه متابعه، فان نعرف لا طبعا أنا أتفق معك في هذه النقطة، ولكن أنا أسأل هل سيثمر هذا الحراك الذي يقودونه عن نتائج يعني، أم سيكون هباء منثور؟ يعني أنا لا أحملهم المسؤولية طبعا. كل جملة كانت أنه أنا طرحت ما يجب طرحه، عندما نجلس مع مندوبي الحكومة يجب أن نطرح خطة، لا ننتظر منهم نقول لهم اطرحوا خطة. وأنا طرحت برنامج عمل شكل هذا الموضوع، إقامة سلطة حكومية تابعة لمكتب الرئيس الحكومي اللي أعلى من الشرطة، شيء مراقب الدولة وما شابه اللي تفحص الأمور. أين مسؤولية الشرطة؟ أنا أقول لك مربط المسؤولية ومنطلق المسؤولية، 27 عام عملت في وزارة الداخلية وفي أنت اللي تكافح الجرم والعنف، أنا أعلم ما يجري بالداخل. الشرطة غير معنية بالقضاء على في المجتمع العربي، الجريمة المنظمة، أقولها مسؤولية. عند الانسان قتل الشاب نظر في طمره، لما صابت المخابرات هو كان يحاول يلفق له تيك وانحبس، صابت المخابرات الشرطه عن الاستخبارات الشرطيه، انسجل 20 سنه لانه له ملف، والانسان هذا كان مهدد والشرطه لم تحميه ولم تحذره، الشرطه مسؤول. والكثير الكثير من الحالات، فانا بقول هون مسؤوليه الشرطه على برنامج، ويجب اقامه سلطه اللي تراقب عمل الشرطه وتكون المساءل وتعرف شو عم. نعم، إذا دكتور وليد أنت تقول أن الشرطة أو جهاز الشرطة غير معني بحل هذه المشكلة. أيضا نشرت شريط مصور الذي أعتقد أنك ذكرت في هذه النقطة أيضا بالتحديد، لنشاهد مقطع من هذا الشريط المصور ونعود إلى المنشور الأخير. أنا أعتقد أنه إذا هني مش شركاء في الجريمة على الأقل عرفوا أنه في جريمة راح تصير ولم يبلغوه ولم يحذروه. هذا الموضوع أنا بحكي من مسؤولية، ويعني وإن شاء الله أنه يفحص لقدام في شي مرحلة. فمن هون بنقول إحنا في هذه المرحلة يجب أن نأخذ زمام الأمور لأيدينا، مطالبة الحكومة وحاليا في التدخل واتخاذ قرار واضح في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي من خلال إقامة سلطة خاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، سلطة خاصة اللي تكون بالتنسيق مع لجنة المتابعة. إذن هنا في منشور كتبه عضو الكنيسة أيمن عودي يكتب بمبادرة كتلة الجبهة والعربية للتغيير، 65 عضو كنيسة يوقعون على عريضة لمطالبة رئيس الحكومة ببناء خطة شمولية لمكافحة العنف والجريمة لدى المجتمع العربي. وأعترف أنني توقعت أن يكون أو أن يوقع عدد أقل من النواب، ولكن الكثيرين منهم قالوا لي أن توقيعهم ناتج لصرخات مجتمعنا ونوابه، هذا المجتمع الذي قرر أن لا يصمت بمواجهة الجريمة والمجرمين. إذن دكتور وليد، هل هذه يعني خطوات عملية نستطيع أن نقول هل يعني ممكن أن تثمر بشيء ما؟ خطوات عملية ممتازة، الموضوع يظل على الإعلام المحلي العربي والإعلام الإسرائيلي بشكل عام، ولكن بدون طرح برنامج عمل شامل نطرحه كتحدي حكومي. يعني انت اليوم لا تستطيع ان تقول انه عندنا جريمه والعنف يقتلنا وفي ارهاب مجتمعي وبدون خطه بديله انه احنا نقدمها كمهنيين. انا لا اعول على مهنيين من مجتمع اخر برنامج، نحن كمهنيين يجب بناء برنامج وضعه كتحدي امام الحكومه، احد من مطالبنا في حكومه لسه عم تشكل. نعم من اعضاء الكنيسة العرب يكونوا معارضه، لكن حق يطرحوا برنامج عمل اللي هو يكون عملي بثلاث اربع سنوات، يعني نقدر نواجه الجريمه، الجريمه لا نستطيع عليها غدا، ولكن من خلال برنامج عمل جدي واستراتيجي نعم يمكن القضاء. انا لا اتحدث عن برنامج توعيه وتثقيف اللي هو مهم، انا اتحدث عن برنامج عمل تاخذ الشرطه الجريمه المنظمه لا يكون محركها بالتوعيه. نعم. بكل العالم بطرق رادعه، ولكن بمراقبه من الاجهزه المعنيه من رئيس حكومه
مباشرة. نعم، إذا يعني كما تقول أنه لا يوجد هناك أي حل سحري لآفة العنف في المجتمع العربي. وإلى هنا نصل إلى ختام فقرتنا الأولى. شكرا لك دكتور وليد على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات، ونستمر سويا أنا وإياك عمر ربيع إلى فقرتنا التالية. إذن الفقرة الخاصة للهاشتاجات أو الوسوم التي انتشرت بشكل واسع، نبدأها مع قصة الفيديو المحذوف، الفيديو الذي حذفته قناة اي جي بلس أو التابعة للجزيرة طبعا من صفحتها الإلكترونية، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا يحدث؟ إذا الجزيرة استغلت يعني إحياء إسرائيل للذكرى ضحايا الهولوكوست الذي أحيته قبل عدة أسابيع، ونشرت فيديو يعني توضيح يمكن القول عنه يقلل ويحجم من هول الهولوكوست، وبموازاة ذلك يعني يسلط الضوء على يعني استفادة إسرائيل طبعا بحسب ما قالته الجزيرة، يعني بحسب ما بررته الجزيرة بطبع. ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تكف مكتوفة الأيدي، بل هاجمت هذا الفيديو في صفحة على فيسبوك، ما اضطر وما دفع الجزيرة بمحاسبة، أولا بحذف الفيديو ويعني لاحقا معاقبة القائمين على هذا الفيديو، ومنهم منحوة طبعا فلسطينية هي التي قدمت الفيديو. وبالأمس يعني رأيت منشورا كتبته منحوة. سوف نتحدث عن منشور هنا منحوة، لكن قبل ذلك نقرأ ماذا كتبته الجزيرة في صفحتها في تويتر. حذفت شبكة الجزيرة الإعلامية مقطعا مصور من إنتاج قناة اي جي بلس عربي لمخالفاتها المعايير التحريرية المعتمدة من قبل الشبكة. وأيضا إيري كوهن يكتب هنا طبعا على صفحته في تويتر، بعد ساعتين من نشر شبكة قناة الجزيرة فيديو يقلل من دور الهولوكوست ويتهم إسرائيل بالتهويل من أمر الهولوكوست، اتصل مسؤول أمني كبير في تل أبيب بنظيره القطري وطلبه بحذفه، فحذف فورا وعوقب الذين نشروه كلهم. وهذه أول مرة بتاريخ الجزيرة يحذف فيها فيديو عن نفوذ إسرائيل. إذا إيدي كوهن معروف يعني المنشورات التي يكتبها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يسلط بها على الأمر الأكثر إثارة هناك، وهو التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج، ولا سيما التطبيع السري الذي يحدث من تحت الطاولة. هذا ما يحبه يعني المغردون العرب، وبالتالي فإن الاستفزاز طبعا المتابعين العرب خلاله طبعا يعني يرفع من شعبيته. أما هبة محمد تقول إن قرار إزالة فيديو رواية الهولوكوست وفصل الموظفين هو خضوع تام للاحتلال وطعنة في ظهر الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتضيف ليس هذا ما كنا ننتظره من قناة الجزيرة. هذا المنشور بالتحديد انتشر يعني من قبل العديد من الأكاونتات أو المستخدمين من مواقع التواصل الاجتماعي، رأيناه يعني عدة من الأشخاص يعني النسخ ولصق على فيديوهات اي جي بلس المختلفة طبعا في محاولة للضغط على اي جي بلس على هذه القضية. وهناك كان يعني أيضا تعليقات ومنشورات على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي. هنا في فيسبوك يكتب علي مواسي: ما جاء في الفيديو موضوعي ومهني ومنصف، وتساؤلاته ومقولاته عادية جدا في حقل البحث في هذا الموضوع، ولا يمس أبدا بمعايير حقوق الإنسان والعدالة، بل العكس تماما. منحوى وزملاؤها بعيدون جدا عما ذهبت إليه اجتهادات بحثية وإبداعية كثيرة من مناقشة تورط جهات وشخصيات في الحركة الصهيونية مع جرائم النازية، فكيف لو جاء في الفيديو. إذا يعني علي مواسي يقوم بتبرير طبعا أو يقول لنا يعني أن لم يكن هناك أي شيء الذي نستطيع نقول عنه مبالغ فيه أو يعني خارج عن المعايير الإنسانية. ما أريد أن نركز عليه بليغ هو يعني أمرين. الأول هو أن يعني الجزيرة ينظر إليها وكأنها وسيلة إعلام عربية يعني تناصر وتؤيد الفلسطينيين، وبالتالي فإن يعني حذف الفيديو كان يعني أوجه خيبة أمل وضربة لكل يعني الذين يتأملون من الجزيرة موقفا مناصرا للفلسطينيين ومعادلا لإسرائيل. هذا أولا. ثانيا هي أن العديد من النشطاء، ورأينا طبعا علي مواسي يقول بذلك، أن يعني هناك تعدي كأنه يعني هناك تعدي على الحقوق الفكرية وحرية التعبير عن الرأي التي يعني كبتتها الجزيرة
الأخيرة ولم يعني تمنحها المساحة المأمولة. أما حسن كلان يقول لا يحتوي فيديو الهولوكوست على جريمة أخلاقية أو خطأ تاريخي جسيم يبرر صاحب الفيديو ومعاقبة المسؤولين عنه وإصدار بيان اعتذار، وإنما المسألة في حقيقتها هي الخضوع للصهاينة في تحريم الاقتراب من مسألة العلاقة ما بين النازية والصهيونية. نعم، وكما تحدثنا في البداية عن المنشور الذي نشرته منى حو على صفحتها الشخصية في فيسبوك، أنا قرأته أيضا قبل دخولي إلى هنا، ومنى يعني قالت فيه أنه لم يكن أي خلق لأي معايير إنسانية في الشريط المصور الذي نشروه، وحكت أو تحدثت عن كل قضية الخلط بين انتقاد إسرائيل أو انتقاد الحركة الصهيونية ومعادات السامية الذي يعني بحسب تعبيرها أصبح يعني وكأنه اتهام يقال لكل شخص يقوم بانتقاد إسرائيل أو يقوم بانتقاد أي من الممارسات الصهيونية بحسب تعبيرها. وأيضا ربطت في منشورها بين ما قامت به الجزيرة أو كل القضية هذه بشكل عام من جهة، ومن جهة أخرى بقرار البوندستاغ البرلمان الألماني الذي اعتبر حركة المقاطعة العالمية بي دي إس لإسرائيل بأنها يعني حركة معادية للسامية. وطبعا هذا يأتي يعني هذا القرار الألماني يعني أثار العديد من الغضب والاستياء الفلسطيني. نعم، إلى هنا كنا مع هذا الهاشتاج، وننتقل إلى الهاشتاج الآخر القرنقعوة. أعتقد أنني قلتها بالصورة الصحيحة ونعم فعلا، وهي المراسيم التي تحدث في منتصف شهر رمضان في 15 من رمضان من كل سنة في دول الخليج في السعودية بالتحديد، ويقومون فيها الأسر الخارجية بالاحتفال تكريم أطفالهم على الصيام وتشجيعهم طبعا على الاستمرار في الصيام للنصف الباقي من الشهر، وعندها يطوف وكأنه الأطفال مع أكياس من القماش طمعا في الحصول على الحلوى من قبل طبعا أشخاص آخرين في الحارات. وكان هناك تشبيه بين هذه المراسيم وهذه الاحتفالات واحتفالات عيد الهالوين في الغرب وفي أمريكا بالتحديد. فقبل أن نذهب إلى المنشورات نريد مشاهدة شريط مصور لهؤلاء الأولاد أو قسم من هذه الأنشطة المصورة، ونعود إلى التعليقات. أرجونا لا يأتيكم ميت مشى يوديكم يا من جاية معمورة يا من نرى هذه الاحتفالات التي تقام في 15 من رمضان في كل سنة، والسنة كان هناك انتقادات لهذه الاحتفالات بالقول أن يعني وكان أصبحت مكان لعرض الأزياء أو ما شابه. فنقرأ هنا ما يكتبه يوسف المفتاح: تعودنا يكون القرنقعوة شيء حلو وبسيط، لكن الحين قاموا يأخذون ماركات وخرابيط وخربوا شكل القرنقعوة بدون شك. ولكن هناك يعني العديد من عادات والتقاليد يعني في مجتمعنا العربي بشكل عام يعني التي تأخذ منحا آخرا يعني في الاحتفالات، يكون يعني أساس هذه الاحتفالات يكون بسيط وشعبي ولكن يأخذ منحا آخر. نقرأ صافيا يعني خان ماذا تكتب على صفحتها في تويتر: عز الله أنه الصدق هالمناسبة المفروض تكون حق الليهال وناستهم، صارت مظاهر وفشخرة وتبذير وعروض أزياء ومسخرة ليلة منتصف شهر رمضان. وانتشر أيضا شريط مصور ينتقد هذه العادات، نشاهده سويا. قلنا بعد كم يوم قرنقعو، عرف القرنقعو، بعطيكم تعريف من عندي. هي مناسبة تقام للأطفال ولصغار السن ليعم الفرح والسرور، توزع عليهم شيبس وعصير وكافي وصلى الله وبارك. هاي التعريف الحقيقي للقرنقعو. لكن التعريف المستحدث عندنا للقرنقعو، اللي استحدث في القرنقعو انه صار عبارة عن عرض أزياء عند الحريم، وكل واحدة تبي تبط شبدة ثانية بلبسها
إذا عرفنا هنا كيف يقولون هي القرنقعو باللهجة السعودية. نعم، الهاشتاغ الأخير نتحدث عنه وسط البلد ينتشر في مصر، وهنا ينشر فيه مثقفون أو يعني منتمين للتيارات اليسارية مصطلحات يستعملونها، وبالمقابل ما يستعمله عامة الناس ملخوم إكس يكتب اسمها خطيبتي في أي حتة، وإنما لو في وسط البلد اسمها رفيقة الكفاح. وأيضا المهاتمة ينشر على حسابي في تويتر و يكتب في كل مكان اسمها الشغالة، وإنما في وسط البلد اسمها الرفيقة الدادة أو أم عطيات. إذن وهذه مقتبسة من فيلم السفارة بالأمارة. نعم أنا تعلم أكثر مني في هذا الموضوع، لكن كان هناك استياء من هذا الهاشتاج، وكأنه يعني الأشخاص من عامة الناس والجميع يقولون ما هذا الاستعلاء، لماذا تقولون أن يعني في وسط البلد هناك مثقفون يستعملون كلمات أو مصطلحات أرقى من مصطلحات عامة الشعب. القضية هي يعني هذا الهاشتاج هو انتقاد لطبقة المثقفين الذين يعني منعزلون هم يعني عن باقي المجتمع، ويتحدثون ب يعني مصطلحات لا يفهمها العامة. سامي كمال الدين يقول بصفتي من قاطنين وسط البلد لأكثر من 15 سنة، كل تويتر في الهاشتاج ده حقيقة جزء كبير منهم عالم مدعي وبائس ومتعفن في الشفق المتدلي عبر السماء اللازردية، حسب قول الفيلسوف جالوس بن نفيس الملواني بهاشتاج وسط البلد. طبعا هو يعني يقوم بكتابة مصطلحات يعني غير مفهومة ويسخر من هذه الطبقة. إلى هنا كنا مع الهاشتاجات الأكثر انتشارا، ننتقل إلى نجمة الشبكة. الشبكة هو الكوميدي أسامة سالمين من السعودية، بعد أن أعيد نشر شريط مصور له من قبل سنتين فيه يسخر وكأنه من الجنود السعوديين أو هذا ما كان الانتقاد عليه. لنشاهد هذا الشريط المصور ثم نعود إلى التعليقات. بس والله أنا اقتنعت شوية في كلامه، لأنه عارفين أيام شو اسمه هتلر ما أدري مين، في حرب كانت زمان، كان شارلي تشابلن هو الترفيه، فيعني والله إحنا كويسين يا جماعة، يعني نرفع الناس في نرفع في الحرب ولا ها؟ ايوه نرفع عنهم في الحرب، هم قدوم مهمومين واحد يده مقطوع خليه يجي يضحك. ما يمدي يسوي هذه اللي تعرف، بس لو سويناها حيجي تدري ايش، في واحد ما حيعجبه الكلام، نملة حد يكتب إن على أبوكم تنكتوا إحنا من أرض العالمية. إذا استياء كبير من هذا المقطع المصور. نرى هنا عامر الرميح يكتب على صفحتي في تويتر، وهو أيضا جندي سعودي، للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين بالحد الجنوبي، وبالتحديد نحن من فقدنا أحد أطرافنا دفاعا عن الدين ثم الوطن، مثالا للسخرية والكوميديا عند البعض مثل أسامة سالمين، ظفر واحد فقدناه بالحد يساوي ألف من أشكالك. وينشر هنا هذا المقطع المصور الذي شاهدناه. ماذا تكتب الوزارة؟ وزارة رسمي بلسان وزارة الإعلام السعودية يقول وزارة الإعلام تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدا أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها بنفس الوقت لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم. نعم، انتقادات كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي. خالد المحمادي يكتب على صفحتي في تويتر أيضا، فيها يقول هذا الواقع عليه من الله ما يستحق، نعم يستحق العقاب، لكن لا ألوم عليه، اللوم على من وضعه هنا والأخطاء الأكبر والقبيح الذي لا يغفر. كيف للحاضرين أن يضحكم مثل هذه السخافات. وكان هناك الرد من قبل الكوميدي كلاب الذي كأنه أعطى هذه المنصة لأسامة، يكتب هنا نؤكد أن هذا الجزء من المقطع لأحد المؤديين آسف من ثلاث سنوات، لا يتحدث عن جنودنا البواسل، ولا يجرؤ أي شخص أن يتحدث عن أبطاننا، ولن تسمح إدارة الكوميدي كلاب لكائنا من كان بالمساس بأحد الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية، ولكنه جزء من نص عن الحرب العالمية الثانية تم إخراجه من السياق. إلى هنا كنا مع نجم الشبكة، ننتقل الآن إلى فقرتنا الأخيرة. فقرة الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا، هل تصدقون كل ما تروه على الإنترنت؟ هذا الشريط المصور يمكن أن يقنعكم بعدم فعل ذلك في المرات القادمة.
Ready, go. Winner. Ready, go. Winner. Ready, go. Winner. Come on. Ready, go. Winner. Come on. Ready, go. Winner. قاموا بفضحه في نهايه الامر. لا تصدقوا ما تروا على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا لا. الى هنا انهينا هذه الحلقه. شكرا لك عمر ربيع على تواجدك معنا في هذه الحلقه. ومع هذا الشريط المصور نكون قد وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى ان نكون قد عرضنا لكم احداث هذا الاسبوع الافضل صوره من منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على صفحتنا في فيسبوك وايضا على قناتنا في يوتيوب @twinfo news arabic. هناك تستطيعون ان تشاركونا بارائكم حول المواضيع المطروحة وطبعا طرح مواضيع للحلقات التالية. كان معكم بليغ صدين، إلى اللقاء.